madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid noqday soo dhaweeyayaashii madaxdi ka qayb galaysay xafladdaasi calay masaarka dalka Djibouti. أحمد سيلان يوم مدحوينها مامور قبلات كسود مالي لان أيا وحاقو سيوين وقو سعب يأي كادي مركي أي سوق غالين مدح دي ككالي سعوتي ودن مضا قاردا أفريكا أيا وقو كقيب غالي مناصبة داسي ودن كاسي جبوتي مر أفراد لوغو دارين هاي إن أو نقضو إسماعيل عمر قيل مدحوينها ودن كاسي دي جبوتي هدبا صحافة الصومالية يا وحا أي سيوين أسوق على تاي قابكا أي حكومة دا ودن كاسي جبوتي ورادقان تاي مدحوينها مامور قبلين كا الصومالي لان تطبادان يا وحا يسويدين هيين قابكا ودن كا جبوتي سيداسي ورادق ماي بلسي وحا جراء كواسي كوكا صهور جيدا أو إيغو أوران يا مدحوينها ودن كا جبوتي أي هوري أتجابيي maamuska iyo soo dhaweynta uu ku leeyahay dalkaasi Djibouti Ahmed Maxamed Silanyo madaxweyne goboleedka maamulka Soomaaliland dalkaasi Djibouti ayaa horay xaflad soo dhaweyn ah qaab madaxweynenimo uu soo dhaweeyay Ahmed Maxamed Silanyo balse nasiib darro qaabkii protokoolnimada madaxweynaha ittixaankii laga qaaday ayuu ku dhacay madaxweynaha maamulka Soomaaliland سيدا موقال كان كموقتا رئيس الوزارة وضن كاسي جبوتي ايو مدحوينها معمول قبلات كسومالي لان ايا حفلة دا اما مناصبة دا لغو سوء وين هاي مدحوينها معمول قبلات كسومالي لان وحا اي كقاتين سلان شرف قار كميدا عطبية دا ايدا مدا وضن كاسي جبوتي مدحوينها معمول قبلات كسومالي لان ايا كود عاي مناصبة داسي قابكي او سلان شرفتا اوكا قادن لها إذا مدى ودن كا جبوتي سدا كموقتا سعودا الكيسا ايو نظام كا بروتوكول كا مدح دا لغو يقانو رئيس الوزارة ودن كاسي جبوتي اي كوات كاتي ان مدحوينها مامول كاسي سومالي لان او يساو بروتوكول كاسي لقب صدو رئيس الوزارة ايا سوچي دي وحون او تلمامي ان او سلان تا كاقاتو اجرنال كا لوغو تلقالي ان او سلان تاسي او بحيو مدحوينها مامول كاسي سومالي لان بلسي نصيب درو وا او كدقالا ارن تاسي او وحو سعودي قابا كبحسان نظام كا مدحوين ياشا رئيس الوزارة ايا قعان تاسو قبطي ديبن او سوچي دي سيدي او سلانتا اوغا قادي لها تليها سلان شرفتا او بحيي ناسيب در روماركي لو سوچي ديي سيدي نا سلانتي او كو بحيي جنرالكي ايو رقاقو اي مدحوينها مامول قبريت كسو مالي لان او هالكي سي ايو سكسي تاقنا قواني تي مركو اركي ان او كدع سيني حي جنرالكي سلانتا سيبحين هي ايا مر لبا سلانتي او قبع ليي كبعدي و او سكسي تاقنا رئيس الوزاري iyo jeneraalkii ayaa isugu tagay sidina waa lagu dhaqaajiyay daqiiqada ka bacdi waxaa la korgeeyay kooxda dhaqanka wadankaasi Djibouti waxaana isu hor istaagay sidii qof badaw ah oo ka dhacsan nidaamka protokoolka si aad ah ayuu u fiiriyay wax yar ka bacdi markii uu raisul wasaaruhu arkay in uu la haysanin nidaamka protokoolka madaxda ayuu raisul wasaaruhu gacanta qabtay una dhaqaajiyay guriga madaxtooyada wadankaasi Djibouti kadar oo dibi dal arintii haddana waxaa ka hor yimid madaxweynaha wadankaasi Djibouti oo aqalkiisa albaabkiisa ku sugayay labadaasi nin Ismaaciil Cumar Geeli iyo Ahmed Maxamed Silanyo markii ay isa salaameen nasiib darro islaantii Ahmed Maxamed Silanyo ayaa gacanta u soo fidisay madaxweynaha wadankaasi Djibouti taasi oo ina shariicada islaamka aan ku bannaanayn Cumar Geelle oo ay ahayd maalintii oo ugu maskaxda ah iyo diinta badnaa ayaa ka gaabsaday in uu gacanta ku salaamo marwada madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliland madaxa ayuuna u gundhiyay iyadiina Yaxya kabacdi dibbay u istaagtay Silanyo ayaa sidaasi uu ku soo fasaxay madaxweynaha wadankaasi Djibouti waxayna hore u sii galeen guriga madaxweynaha wadanka Djibouti waxaana soo dhaweysay marwada madaxweynaha wadankaasi Djibouti oo iyadu si aad ah gacanta ugu salaantay halka uu ninkeedu diiday in uu gacanta ku salaamo islaanta madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliland
مروه آمنة هدبا سوماليلان إن أي جبوتي أغو حاناقضو مدحوينها النقي أيها لغدقى داد شعبا جبوتي أيانا بهاتي شي ما كمضان تحي مر يلابو إن أي كسوع العليان ما دام أي مركي أغوه ريسي كوفاش المين براتوكولكي مدحتاح لغو يقاني أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون ونرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما أقول شيء. أنا رنتي أنا كسر قبل على مسار كم تحويناها ورنتي ودن كان يبدل آد وين كسر بيجي رنتي أنا وين حسوسته مركب تحويناها النقضي يكهرب وان جبوتي وان جوجو أرك شري مركب يبدل رنتي هرمر دقالة يو كاريال دقالة أو رنتي ودن كان وده هنا يوم تحوينه سن بيجي قولي خير بان رجينا يا ذكر رج جبوتي وهم برينا يا مدحونا درين كذا كور درين كذا عبر أدو ورا سيد درك أدو في على مسار ورا سبوا ورا قوام بلينا وين الشعب قاعد برا قوام بلينا تلك جبوت وتوضدين ولا نهاي سفر كان يماهن كيكو وادي مدحوينه نتجي سفر بدن بتجي سوى هناك سمن ولا سودوي وادرين صاحبنا ولا نهاي مدحوينها سفر كا وتجي يوفتي يوسف قلت مرك وجوه الرئيسة مدحوينها يوفتي يوسف معبا ورباهين تنا كما هذا لو مورد سما مسترها بأن لو سودوي حديد ولدو وحكو كلا ترسدان ماموسكا يا حرمدا طريق ويمرى وحيكون حاليًا طريق جبل باسيلي والباهين الله يسمى مريو وان كحوم ايرنتي شعب قدرين كيس ووحر يا والباهينتو مسؤولين دولات الى اهرتا والباهينتا كعبر تدرين كودا صح ما هي وان كحون هاي بحوا هاي وزارة باوقا بسن حكومة يم الحوينها الى اهرمها النوع عسك اي عبت الكبد حكسوه وحكا ووزارة اهرمها دي بدا وصحينا نظام كيجا الدولات أفريد أنت هسنا وأرينها بنقك كحن دولة جيبوتي والدولة ذي نوال على نهاي وح إسكاشي اللي أربعين قد حيا وح بضم بين قد حيا رنتي أنت هسك يجوا بلا شاشة الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي. إذا يقوم رئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بالتسليم على الوفود المختلفة المتواجدة في صالة الاستقبال. إنه يوم كبير، إنه يوم تاريخي، إنه يوم لتنصيب فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي الذي فاز في الاستحقاق الرئاسي. إذا رئيس الجمهورية برفقة الرئيس السوداني أو نظيره السوداني رئيس السوداني عمر حسن أحمد
البشير. السيد إسماعيل عمر جيلي كما سيقوم بتسليم مختلف المدعوين المتواجدين في صالة الاستقبال التي يوجد فيها فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي. إذن سيقوم بالانتظار قليلا حتى يتم انطلاق حفل تنصيب رئيس الجمهورية هنا في قصر الشعب. إذن يقوم الآن بتسليم حار إذن بينه وبين الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير. إذن قادة الدول، إذن كما ترون الآن هناك عناق حار، هناك مصافحة ودية كبيرة بين رؤساء، بين الرئيس الصومالي ورئيس الرواندي ورئيس السوداني. إذا يقوم رئيس الصومالي بتسليم على مختلف الوفود القادمة والمشاركة والمتواجدة في صالة الاستقبال في قصر الشعبي. إذا رئيس الصومالية حسن الشيخ محمود وصل قبل قليل إلى قصر الشعبي، حيث سيقومون بمشاركة في هذا اليوم البهيج، في هذا اليوم الخاص، في حفل تنصيب رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي. Donc, comme vous pouvez le voir sur les images, le président de la République de Somalie, Hassan Cheikh Mohamoud.